وللتعليق على استمرار حالة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني وتواتر الاتفاقات في العديد من المجالات، ينضم إلينا الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو عبر الهاتف من القدس. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. دكتور، وفد صهيوني أمريكي مشترك يقوم بأول زيارة له إلى المغرب بعد اتفاق التطبيع بين الطرفين، كيف ترى الزيارة وتوقيتها؟ بداية هذه الزيارة، يعني الفرق بينها وبين سنوات طويلة جدا من التعامل مع الاحتلال وتأسيس مشروع الاحتلال ومساندة رسمية مغربية للاحتلال، الفرق هو أن هذه علنية وأمام وعلى رؤوس الأشهاد، والهدف منها تسويق هذه الحالة على باقي الدول العربية، في حين أن يعني التعاون مع الاحتلال وترحيل والمساعدة في نقل اليهود يهود العالم إلى فلسطين المحتلة كان قديما، يعني كان النظام في المغرب يعني يساند في ذلك. نحن ننظر إلى هذا الأمر ليس فقط بعين يعني بعين الاستغراب إلى أي حد وصلت الدول التي للأمس القريب كانت رئيس لجنة القدس ورئيس صندوق القدس وأمير المؤمنين وكل هذه الشعارات الفارغة، ما هي إلا رسالة للشعوب. أيتها الشعوب المحترمة، لا ينبغي مطلقا بعد اليوم أن تصدقوا أي نظام على الإطلاق، حتى لو كان رئيس لجنة القدس وأمير للمؤمنين فهو أكذب الكاذبين. ولهذا السبب يعني ما من شك أن الله سبحانه وتعالى قد قرر سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أن يرفع الغطاء عن المنافقين ليظهروا على حقيقتهم، يعني بوضوح تام وبمنتهى الوضوح. يعني ليس غريبا علينا في هذا الزمان أن نرى العودة لعبادة الأوثان والأصنام، ونحن نشاهد ذلك. يعني تركوا طنب الصغرى وطنب الكبرى وسبتة ومليلة ورجعوا يعبدون أصنام بوذا، وأيضا يعبدون ديانة إبراهيمية مصطنعة وهي كفر البواح. لهذا السبب دور الشعوب يزداد قوة ووضوح، وهذه اللحظة الحاسمة التي تذكرنا بأن الشعب المصري الذي أذلته اتفاقية كامب ديفيد لم يقبل مطلقا فنان مصري أن يأخذ صورة مع صهيوني. طيب دكتور جمال، يعني هنالك اليوم العديد من الدول التي يبدو أنها في سباق محموم من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما يخاف العرب اليوم لنجدهم في هذا السباق؟ العرب يعني حتى الدكتور عبد الله نفسه فسر هذه الحالة العربية من الترسل للخطاب الشكلي السياسي أكرمكم الله. هم في حقيقة الأمر يظنون أن تقديم القرابين وقرابين الولاء في تل أبيب هي البوابة لرضا السيد الأمريكي عنهم، وهم في الحقيقة لا ينتبهون عند أصل الإدارة الأمريكية في طريقها للتحول تحول كامل شامل، وأن من أبناء الأمة العربية الإحرار هم الآن 6 منهم دخلوا على الكونغرس، يعني لأنهم أحرار لأنهم ليسوا عبيد. الأمة العربية جاهلة في علوم السياسة، جاهل شديد، وهي تظن أن إرضاء تل أبيب هو إرضاء للإدارة الأمريكية، وهذا سبب كبير. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الأنظمة العربية صنعت لها عدو مصطنع، يعني قالوا وصنعوه وخوفوا شعوبهم أن إيران هي التي ستتهمكم. طيب يعني بالأمس دكتور، المتحدث الإعلامي في المؤتمر الذي جمع الوفد الصهيوني بالوفد المغربي وصف الاجتماع بأنه اجتماع تاريخي، هل حضور مائير بن شبات بما له من تاريخ مع الفلسطينيين على رأس الوفد الصهيوني هو ما أطفى هذه الصفة على هذا الاجتماع؟ يمكن أن نقول ذلك لأن هذا الإرهابي بن شبات هو في حقيقة الأمر ليس إطلاقا سوى صهيوني متطرف شديد الخطورة، وهو لم يقدم إطلاقا لا للسلام ولا للحروب، يعني المغاربة لم يكونوا يحاربوا أصلا الكيان الصهيوني، وليس لهم حدود في الحدود ولا يوجد حدود مشتركة. إنما هذا الشخص قام ليس بالتطويع بين المغرب وفلسطين، يعني الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، بل قام بالتطويع. هذا التطويع لثمانمائة ألف يهودي مغربي كلهم من عتاة المستوطنين، كلهم من أكثر الناس تطرفا ومن أكثر الوزراء تطرفا هم هؤلاء. وبالتالي نعم صحيح، يعني اجتماع تاريخي لأنه لقاء بين الإرهابيين وبين العبيد الذين قبلوا التطويع وقبلوا الذل والهوان والعار والخيانة لأمتهم،
نحن نتبع كل نظام عربي دخل في هذا التطويع والانسياق مع الصهاينة هو يعني محتل مع الصهاينة الشعوب في تلك البلاد. الشعب الإماراتي تحت الاحتلال، البحريني تحت الاحتلال، السوداني تحت احتلال العرب. في هذا السياق وزارة الخارجية التونسية نفت إمكانية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، هل تستبعد دخول تونس على خط التطبيع أم أن أزمتها المالية ترشح لدخول نادي المطبعين؟ نعم، هو في حقيقة الأمر جرى بيننا وبين بعض الوزراء السابقين اتصالات يعني بشتى الطرق والوسائل، وأنكروا تماما، يعني قالوا نحن في ظرف لا يسمح، لأنه أصلا يعني هناك هزات أرضية تقوم بها الإمارات، يعني الإمارات تعبث عبثا شديدا جدا بالساحة التونسية كما فعلت ليبيا واليمن وسوريا، وبالتالي يقولون لا يمكننا إطلاقا في هذا الظرف وهذه الأوضاع يعني المهزوزة تماما أن ندخل في تطبيع مع الصهاينة، ونحن بالذات في تونس لنا منهاج يعني أنهم أول من فجر الانتفاضة وأول من فجر الربيع العربي، ولهذا السبب نستبعد تماما، وإن حصل ذلك فسوف يصار إلى دعوة شبابية عربية كاملة لثورة لا تبقي ولا تذر من الحكام المجرمين القتلى. الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الفلسطينية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.